لقد ذكرتم في أحد الدروس السابقة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعبرون الصراط، وإنما يقفون على طرفه ويقولون. يا أخي ما قلت لا يعبرون الصراط، أنتم لا تكذبون علي، ما قلت لا يعبرون الصراط، أنا أقول كما جاء في الحديث والرسل على جنبتي الصراط يقولون يا ربي سلم سلم. نعم.